السلام عليكم ومرحبا بكم في ثالث فيديو. معكم أخوكم وصديقكم حسن أيوب، مختص في المحاسبة المهنية وتسيير المقاولات في المغرب. في الحصة غادي نشوفو كوريكسيون في دو باساج تي سي او ديال 2019 فاريونس في ان بالنسبة للدوسي ديال ادمينستراسيون دي بيرسونيل اللي كان عليه 10 نقاط. فهاد الحصه غادي نشوفو السؤال الثاني وهو كالكيلي لو سالير بغيت امبوزابل. كنمشي نفتح الكا اكسل، هذه هي الكا اكسل. شفنا الدوسي اللي هو دوسي دولابي، شفنا كذلك السؤال رقم واحد اللي جاوبنا عليه اللي هو كالكيلي سالير بغيت جلوبال. هاد الحصه غادي نشوفو كالكيلي لو سالير بغيت امبوزابل انطلاقا من هاد المعطيات اللي عندنا. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو كالكيلي لو سالير بغيت امبوزابل، فكنطلقو من هاد المعطيات. بالنسبه لو سالير بغيت امبوزابل فكيتكون من سالير بغيت جلوبال بالإضافة إلى لي زيليمون إكزونيري. فشنا هما لي زيليمون إكزونيري سولون لا لوا 2018؟ بالنسبة لي زيليمون إكزونيري كاينين بزاف ديال الأنواع لي كيكونو إليمون اكزونيري او كنقصوهم من سالير بغيت جلوبال. كاينين شي اليمون لي كيكونوا نو اكزونيري فكيدخلوا في السالير بغيت جلوبال اوكي نحيدوهم من سالير بغيت امبوزابل. خصنا نعرفوا اشنا هما لي زيليمون اكزونيري من لا سينيسيس. بالنسبه لي زيليمون اكزونيري دو لا سينيسيس كاين بزاف ديال لي زيليمون لي من بينهم هو انديمنيتي دو كيس. هاد انديمنيتي دو كيس فهو كيتعطى المضاف لي خدام في اسيما بيم اسواق السلام. اما بالنسبة انديمنيتي دو باني فهو كيتعطى المضاف لي كياكل خارج الشركة، يعني هاد الانديمنيتي فهو كيتعطى جميع لي سالاري، يعني هو التعويض عن الاكل لي المونطو ديالو هو 400 درهم. اما بالنسبة انديمنيتي دو ديبلاسمون جيستيفي هاد التعويض كيتعطى الموظف لي كيدير ديبلاسمون من المدينة لمدينة، وهاد ديبلاسمون فهو كيكون جيستيفي وكي يستافد منه هاد السالاري بالنسبة إلى كان عندو ديبلاسمون بعيد. أما بالنسبة لأنديمنيتي دو ترونسبور فبالنسبة هاد الأنديمنيتي فكيتعطى السالاري في حالة إلى مشى قضى شي غرض الشركة، بحال مشى دفع البيلون ضرب الضريبة فهو كيخسر من جيبو، يعني كيخسر من جيبو داك الترونسبور، فهنا الشركة كتعوضو في داك الانديمنيتي اللي خسر، وهنا كنسميو انديمنيتي دو ترونسبور. اما بالنسبة لبخيم دو ساليسيور هاد البخيم كيتعطى الموظفين اللي خدامين في كا بلومبي ميكانيك الضو، يعني الحوايج اللي كتكون فيها الوسخ، يعني شي حاجة اللي تدفي فيها الوسخ، فكيعوضو على هاد الانديمنيتي اللي سميتو انديمنيتي دو ساليسير. اما بالنسبة انديمنيتي دولي فهنا بالنسبة للسالاري اللي خدام في الكوسميتيك. اما بالنسبة للبخيم جوي عاشورا فهنا هاد البخيم كيتعطى للسالاري فاش كتوصل عاشورا، كيستافد من هاد البخيم اللي سميتو بخيم جوي عاشورا، يعني الشركة كتعطي هاد الموظف باش يشري الالعاب ديال عاشورا للوليدات اللي عندها السالاري. اما بالنسبه لانديمنيتي كيلومتريك
فكي تعطى الموظف اللي كيضرب طريق بعيده، يعني مثلا من مراكش للعيون، فهنا كاينه طريق طويله وكيستافد منها هاد السالاري اللي كتعويض اللي سميتو انديمنيتي كيلومتريك. اما بالنسبه انديمنيتي دو لاستاسيونمون، فهاد انديمنيتي هو التعويض عن الطرد التعسفي، يعني الموظف كيكون خدام في الشركه حتى كيتطرد بصفه نهائيه، فكيستافد من هاد انديمنيتي دو لاستاسيونمون. اما بالنسبه لانديمنيتي دو ريبريزونطاسيون، فهذا معروف عند جميع لي سالاري اللي كيكونوا خدامين في القطاع الخاص الى اخره. هادو هما لي زانديمنيتي اللي كنقصوهم من سالير بغيت جلوبال باش يعطينا سالير بغيت امبوزابل. اما بالنسبه لي زينيمو نو اكتونيري دو لا سينيسيس، فهما لي زينيمو اللي كيتزادوا في السالير بغيت جلوبال ومي كيتنقصوش، يعني ما تنقصهمش في السالير نيت امبوزابل، يعني هادو كيتزادوا في السالير بغيت جلوبال ومي كيتنقصوش من السالير نيت امبوزابل. يعني السالير بغيت امبوزابل فاش كنبغي نحسبو السالير بغيت امبوزابل، هادو كيتزادوا في السالير بغيت ولكن ما كنقصوهمش كإليمو اكزونيري، يعني هادو غير كيتزادوا في السالير بغيت جلوبال. لي من بينهم بريم دو روندومون، بريم دو ريزيلتا، بريم دو بيجيكتيف في حالة لا بروديكسيون دو سالاري، يعني الانتاجية ديال هاد الموظف في الشركة. اما بالنسبة لبريم دو بيلون، فكيتعطى السالاري في الفهداني، يعني فاش هاد البريم دو بيلون فكيتعطى الكونطابل اللي كيكون خدام في الشركة. وبالنسبة هاد البريم كما قلنا كيتعطى الكونطابل اللي كيقاد لي بيلون ديال هاد الشركة. اما بالنسبة للبريم تسويديتي، بريم دو بريزونس، فهو كيتعطى بالنسبة للبريزونس دي سالاري دو لونتربريز، يعني الحضور ديال هاد السالاري في الشركة، يعني ما كيكونش الغياب ديما حاضر في الوقت وما عمرو تغيب، فهو كيتعطى هاد البريم، يعني كياخدو لي كياخدو كل شهر اللي كنسميه بريم داسويديتي بالاضافه الى بريم دو بريزونس، يعني وحده فيهم كياخذ هاد السالاري. اما بالنسبه للبريم دو فاكونس، فهنا السالاري كياخذ هاد البريم في اخر العام او في وسط العام، يعني الشركه كتعطيه باش يتبحر مع الوليدات والمدام ديالو، يعني كياخذ هاد بريم دو فاكونس. اما بالنسبه للانديمنيتي دو بارتيسيپاسيون دو بينيفيس، في حاله الشركه حققت واحد الربح، فهنا الشركه كتعطي جميع الموظفين هاد الانديمنيتي اللي كيكون في اخر العام سميتو انديمنيتي دو بارتيسيپاسيون دو بينيفيس. اما بالنسبه للبريم دونسيتي، فهنا السالاري فاش كيخدم واحد 20 عام او 25 عام، فهو كيستافد من هاد بريم دونسيتي، يعني فيديليتي دو لونتربريز، يعني كيبقى وفي للشركه وكيبقى خدام معها حتى التقاعد. اما بالنسبه للبريم دو مارياج، يعني البريم كيتعطى للسالاري في حاله هاد السالاري باقي ما مجوج ومقدم على الجواز، فكيتعطى هاد البريم دو مارياج بالنسبه لهاد السالاري. اما بالنسبه للبريم دو نيسونس، فاش كيتجوج هاد السالاري وكيتزاد عندو شي وليد، فكياخذ هاد البريم اللي سميتو بريم دو نيسونس. اما بالنسبه للبريم دو فاه داني، هذا في حاله الشركه صوبت البيلون، يعني كتقاد البيلون ديال فاه داني، كيجي راس السنه وكياخذ هاد الموظف هاد بريم فاه داني اللي سميتو ديال راس السنه، يعني المكافاه ديال راس السنه. اما بالنسبه للبريم دو 13 موا، فهاد البريم كياخذو السالاري في شهر واحد، يعني ما كاينش 3 شهر، يعني السالاري فاش كيتخلص في شهر واحد فكيتزادو سالير اخر اللي سميتو سالير 13 موا اللي كياخذو في شهر واحد، يعني كياخذ جوج ديال لي سالير. اما بالنسبه للكالكيل سالير بغيت امبوزابل، فكيساوي سالير بغيت ناقص
l'exonération. L'exonération, les chiffres sont là. Les faits sont indemnité de caisse, indemnité de panier, indemnité de déplacement justifié, et là, après. بالنسبة للسالير بريت غلوبال هنا حسبناه في الحصة السابقة اللي عطانا 15242 درهم كنمشيو للسالير بريت امبوزابل كيتكون من سالير بريت غلوبال بالإضافة إلى ليزينيمون إكزونيري بالإضافة إلى سالير بريت امبوزابل اما بالنسبه لليزينيمون اكزونيري فهاد الاكزرسيس كاين بريم دو باني بالاضافه الى انديمنيتي دو ترونسبور جيستيفي فهاد الاكزرسيس عندنا بريم دو باني اللي كيساوي 350 درهم وعندنا انديمنيتي دو ترونسبور اللي فيها جوج ديال لي زانديمنيتي كاين انديمنيتي جيستيفي وانديمنيتي نو جيستيفي كندخلو لي زانديمنيتي جيستيفي لي كيتنقصو من سالير بغيت امبوزابل هنا لي زانديمنيتي نو جيستيفي عندنا 200 درهم كناخد ديك 10050 كنقصوها من 200 كتعطينا 850 درهم اللي هي انديمنيتي نو ترونسبور جيستيفي كنمشيو للطابلو اللي فيه سالير بغيت امبوزابل كنحط طوطال ديال سالير بغيت جلوبال اللي هو 15242 بالاضافه الى لي زيليمون اكزونيري كناخذ 350 درهم بالاضافه الى 850 درهم هنايا التوتال ديال بريم دو باني زائد انديمنيتي دو ترونسبور جيستيفي كتعطيني 1200 اللي كتساوي سالير بغيت امبوزابل اللي هي 15242 كنقصوا منها 1200 كتعطيني 14042 هذه هو السؤال الثاني او الجواب على السؤال الثاني اللي هو كالكيلي لو سالير بغيت امبوزابل ان شاء الله في الاسبوع القادم او في الحصه المقبله اللي غتكون الحصه رقم 4 غادي نحسبوا كيفاش كنحسبوا سالير نيت امبوزابل بالاضافه الى لا باز ديال هاد السؤال اللي غادي نفهمو فيه بزاف ديال الحوايج وهاد التصحيح فكتاخد الجوج ديال لي بوين بالنسبه سالير بريت جلوبال بالاضافه الى سالير بريت امبوزابل كتاخد دو بوين وسالير بريت جلوبال كتاخد دوا فيه دو بوين والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.